السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب، اخباركم ايه؟ انا متحمس جدا للفيديو ده، متحمس وخايف لان انا نفسي يطلع كويس، لان لو ما طلعش كويس انا هزعل جدا. عشان انا بحب الورالات، احنا النهاردة هنتكلم عن الورالات او المونيتورز او الفرانس. الورالات دي نوع من انواع السحالي اللي انا بحبها جدا. معرفش يعني، انا بحبش دايما افسر ليه انا بحب الحاجة، على قد ما انا لما اقول بحبها يبقى بحبها بدون تفسير. انا كنت فاكر ان انا بحب الضبوب اكتر حاجة في السحالي، اكتشفت ان انا بعد البوات اكتر حاجة بحبها الورالات. الورالات جميلة جدا مع صعوبتها، مش كتربية، كاللي انت توفر لها كل احتياجاتها. بصوا عم شلبي بيعمل ايه؟ احنا جاهزين التصوير وعايزين نصور وهو بيتشال. انه تعبان على فكرة، مش طيب. خلينا نبدا بدايه بروفيشنال كده او بدايه علميه. ما هي الورالات في الاول؟ الورال نوع من انواع السحالي، فصيله لوحدها اسمها فرانس. فرانس دي جايه من كلمه عربيه، كل المصادر دايما بتذكر اللي هي جايه من كلمه عربيه اللي هي كلمه الورال. لو انت خدت ورال او ورن او ورنا، كل الكلام ده اللي بيذكر في البلاد العربيه على الورال، هتلاقيها لما تترجم للاتينيه تروح لفرانس. فران فرانس. طب ليه اسمه بالانجليزي مونيتور؟ هم كانوا دايما المونيتور، بصوا حتى ابن اللذينه سبورتكس بينط. يا جدعان استنى بقى نعمل الفيديو عشان شكلكم يبقى نظيف، تفضحونا كده قدام الناس. ليه اسمه مونيتور؟ لان هو كانوا بيشوفوا الورالات دايما، يعني ممكن تقول الورالات المائيه واقفة على ضفاف الأنهار وبتنط أو بتقف على رجلها الخلفية وبتراقب الأنهار، فعشان كده سموها مونيتور، أو كان اسمها المونيتوري ليزر، مونيتور السحلية المراقبة، وبعدين بقى اسمها المونيتور ليزر. ده بالنسبة للورل. الورل بقى سحلية متشابهة جدا، يعني غريبه، مفيش سبيشيز كامله كده او جينس كامله كده، كلها يعني قريبه جدا من بعضها. لو لقيت اكبر ورل هتلاقيه متقارب جدا جسمانيا من اصغر ورل، بس هما بيختلفوا جدا في الحجم، من اول الكومودو دراجون اللي هو بيوصل ل 3 متر لغايه الورل بتاع استراليا ده اللي اسمه ايه يا جماعه؟ فرانس جيلي حاجه زي كده، اللي هو اصغر ورل في العالم حوالي 20 سنتي، تحس اللي هو زي السحليه الجرايه كده. طب اول ملاحظه ليا لما تيجي تفكر في الورالات هي الملاحظه الجغرافيه. امريكا اللاتينيه، امريكا الشماليه ما فيهاش ورالات، مفيش البيئه ما فيهاش ورالات. اوروبا ما فيهاش ورالات، البيئه ما فيهاش ورالات. اوكي، قلت لكم خريطه بتوضح اماكن انتشار الورالات. رايح فين يا شلبي؟ خش جوه. فلما تيجي تشوف التوزيع الجغرافي للورالات هتلاقيه افريقيا بالكامل تقريبا، مفيش ولا بلد في افريقيا ما فيهاش ورالات، وجنوب شرق اسيا، يعني شمال اسيا ما فيهوش ورالات كمان. الغريب بقى ان التنوع، بنقول افريقيا هي اللي فيها الكثافه العاليه من الورالات، بس مش التنوع، يعني تقريبا افريقيا فيها 4-5-6 سبيشيز، انا مش عارف بالظبط، بس هم يعني بينحصروا في 4-5 سبيشيز من مثلا 70 سبيشيز للورالات
انما جنوب شرق اسيا في تنوع، واستراليا طبعا، واستراليا فيها تنوع كبير جدا من الورالات. ده بالنسبه للتوجيه الجغرافي. انما بقى شخصيه الورق، خش جوه سبورتنج نقعد ندخلكم كل يوم، الله هفضح اقعدكم كده بقى. الورل من الحاجات الكارنيفورس او اكله اللحوم، حاجات اوبورتونيستك يعني، ممكن تبقى يعني هي طبعا احنا بنختلف لان احنا بنتكلم على سبيشيز كتيره فيها 80 70 80 فصيله، فممكن نلاقي فيها حاجات اختلافات طبعا، بس كالعام ان هو كارنيفورس اكل لحوم، ممكن في احيان كتيره يبقى قمام يعني ياكل حاجات ميته، ممكن في اوقات زي دراجون زي الكومودو دراجون ياكل حاجات ويقطعها مش هول براي زي التعابين، يعني ممكن يبقى انسكتيفور زي اخينا السافانا مونيتور، ده من اكتر الحاجات الاكله للحشرات يعني. طبعا هم كلهم بياكلوا حشرات وبياكلوا لحوم، بياكلوا عقارب، بياكلوا عناكب، بياكلوا، هم عندهم تنوع كبير جدا 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 في الاكل بتاعهم، او بياكلوا اي حاجه، فعشان كده كمان في الاسر بتلاقيهم سهلين جدا في التربيه، ياكل اي حاجه، بياكل بقى تاكله بيض مسلوق، بيض ني، اي حاجه، فراخ مسلوقه، فراخ نيه، لحمه مسلوقه، لحمه نيه، فران، هول براي، كتاكيت، اي حاجه، اي حاجه تحطها قدامه، طبعا مش خضار وفاكهه يعني، بس هو من الحاجات طبعا من الملاحظات بس اللي انا الصحراوي، الورق الصحراوي عمره ما كان عندي، هو صاحي قوي عشان نقله من مكانه كمان، فهو ايه عنيف شويه. الورق الصحراوي عمره ما كان عندي ميل وورم، السافانا مونيتور بياكل الميل وورم بشراهه، انما الكريكتس بيموتوا فيها. احنا رحنا لغايه الاكل، بياكلوا كل حاجه، بيعيشوا فين بقى؟ الورل من الحاجات المتغيره جدا، من اول الصحراء، الصحراء القاتله زي اخينا الصحراوي، لغايه الحاجات السافانا، وهو اسمه سافانا مونيتور لانه بيعيش في السافانا او غابات السافانا اللي هي اللي حشائشها قصيره او طويله شويه، بس مش غابات يعني. لغايه النايل مونيتور اللي بيعيش في وسط الميه وبيتسلق الاشجار وبياكل اسماك وكده، وتميز هتلاقي ديله حتى بتاع عوم يعني. غير طبعا حاجات بقى مش في افريقيا زي الاربوريال سبيشيز، يعني الحاجات اللي بتعيش على الشجر، الانواع الشجريه، انواع مائيه معظم الوقت. خش جوه، خش جوه انت كمان قال يعني بيسمع الكلام، بصوا الاثنين بيتفرجوا على بعض ازاي. انواع شجريه زي الجرين تري مونيتور، وده من حاجات يعني اللي تشوفها كده قلبك ينبض من الجمال. فهم بيعيشوا كل حته، وكمان يعني هل معنى ان ده صحراوي ما بينزلش ميه؟ لا، ينزل ميه عادي جدا. هل معنى المائي ما يروحش الصحراء؟ لا، يروح الصحراء. الورل من الحاجات الجميله في اللي هي متكيفه جدا، وبتاكل كل حاجه، بتعيش في كل حته، بتنزل الميه، بتطلع الجبل، بتطلع الشجر، بتنط من على الشجر، بتاكل في الميه، بتاكل من على الشجر بيض وعصافير، بتاكل فران، بتاكل عقارب، بتاكل تعابين، يعني بص ما بتسيبش حاجه، سام ومش سام، ما شاء الله يعني. حيوان متكيف بشكل رهيب. في مقوله كمان بتقولك ان الورل والتمساح لو الاثنين في نفس الحجم الورل هيبقى اشرس بكتير جدا، هو قاتل صغير. فبس خش ولا شلبي اهو، بصوا قله الادب، شايفين خش جوه، اطلع فوق طبعا، مش ايوه كده ولا حاجه، انا اتشلت. القاتل الصغير ده هو اكل عيشه كده يا جماعه، يعمل ايه يعني؟ الراجل هو عايش عشان يصطاد، وبيصطاد بكل شراسه وفي كل حته. تعال بقى يا سبورتك سفن، اطلع تعال. طيب تعال نروح عند حته مهمه جدا للمربين، اخلاقهم بقى. اخلاقهم بتفرق من نوع لنوع،
لان في انواع لذيذه جدا 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 في التربيه، وانا شايف ان الورل الصحراوي من الحاجات دي، ومعاه السافانا في انواع شرسه جدا وغبيه زي الورل النيلي. انا مش عندي ورل نيلي لاني لانه شرس، وانا ما بحبش الحاجات الشرسه. يعني مثلا اللي هو صغير بيبقى لذيذ وزي الفل، وانا بحبه وبحبه، وهو صغير وهو كبير وكل حاجه، بس هو بيكبر قوي، بيوصل 3 متر او 2 متر ونص وبيبقى شرس، فتعامل معاه ازاي؟ ده صعب. انما الحاجات دي يعني 60 سنتي 80 سنتي متر وكمان هاديه وجميله. ذكيه جدا. الورلات من الحاجات الذكيه متناهيه الذكاء بالنسبه للزواحف. مسكتك، بصوا بقى، بصوا صديقنا ده. انت عاوز تمشي مني يا ابن اللذينه؟ تعالى يا سبورتكس، تعالى نعرف على سبورتكس. ده اسمه سبورتكس، ده كان البيت بتاع البنت صغيره، فعشان كده هي مسميها سبورتكس. ده كان فأس قد كده من 5 سنين او حاجه، وهو هادي جدا، بس ساعات بقى لما يتنرفز بيبقى مجنون. حتى كنت باخده معايا الايفنتس كان بيجري ورا الناس من كتر الشراسه، انما هو انا بخليه بنت تلعب معايا، يعني هو في منتهى الهدوء. مع ان هو متوتر دلوقتي لان ده مش مكانه، انا مش مربيه منه، انا مربيه فده. لو انت شفت الفيديوهات ناحيه شمس وناحيه على سبورتكس، تعالى. طبعا هو في العادي ده بيجي لي والله، وكمان لان هو ذكي فهو فيه قابليه للتدريب عاليه جدا. بالنسبه للتدريب كمان انا عاوز اوريكم فيديو انا شفته انبهرت، الراجل من كتر حبي ليه، يعني مع انه بيعمل حاجه، يعني هو راجل بيطارد الافات، بيجيب كلاب ويربي ويدربها عشان تاكل تصطاد الفئران، وبيجيب مينك، عارفين حيوان المينك اللي عامل زي الفيرت ده، ويدربه عشان تصطاد الفئران. برضو جاب ورل ودربه عشان يصطاد الفئران، وحط فيديو دي. انصحكم ان انتوا تتابعوا الفيديو ده لانه رائع، او بيفتح نفسي كده على ذكاء الحيوان اللي قدامك. Funny, it's like rats but smaller. So 1 2 3 4 5 6 7 8 he caught 8. دول بقى قدامنا اتنين نوعين للورلات الافريقيه. افريقيا فيها ثلاث اشكال تقريبا، ثلاث اشكال مش ثلاث انواع. بصوا الشكل ده، ده شكل اسمه السافانا مونيتور. بصوا راسه هتلاقيها عريضه مش، ورقبته قصيره مش زي الصحراوي ده كده. ده شكل من الاشكال. في منه بقى السافانا مونيتور والروك مونيتور اللي هو شبهه بس بتاع جنوب افريقيا، بيوصل حجمه بقى ل 2.5 متر او حاجه زي كده، بيبقى ضخم جدا يعني. بس سافانا مونيتور انا مش عارف 2.5 متر 9 فيت يعني تقريبا قد ايه، يعني حوالي 2 متر كبير يعني قد البتاع ده كله، تخيلوا ضخم بس بنفس الشكل بتاع السافانا مونيتور. في بقى الوايت ثروت مونيتور، او الوايت ثروت مونيتور هو الروك مونيتور، في البلاك ثروت مونيتور اللي هو بتاع تنزانيا وشرق افريقيا، ده السافانا العادي اللي هو بتاع غرب افريقيا. يبقى احنا قلنا كده في ثلاث انواع للسافانا في افريقيا، مش للسافانا للشكل ده، شكل ده شكل مميز جدا مش زي بقيه الورلات. انا مش عارف طبعا، ممكن اللي ما شافش ورلات كتير هيبقى مش حاسس التميز يعني، بس ده شكل كده. في منه السافانا مونيتور وفي البلاك ثروت او الزور الاسود اللي موجود في شرق افريقيا في تنزانيا وكينيا، وفي الوايت ثروت او الروك اللي موجود في جنوب افريقيا. دول ثلاث انواع شكل ده. في بقى في افريقيا الصحراوي،
ده منتشر جدا، الرينج بتاعته كبيره جدا من من المغرب موريتانيا لغايه اخر افريقيا لغايه مصر، وبعدين يطلع بقى لفلسطين ويطلع على السعوديه والاردن لغايه العراق واليمن، و سبيشيز منه برضو في الهند، ورينج كبيره جدا يعني. هو من الحاجات الرائعه. I love الديزرت مونيك. بصوا دلوقتي هو غبي ازاي، مع انه والله العظيم هادي جدا ده حبيبي ده. طيب ايه تاني بقى؟ احنا عندنا الشكلين دول اللي هو الشكل الصحراوي، بصوا، والشكل بصوا ديله بقى. لو انتوا خدتوا نفس الشكل الصحراوي ده بس خليت ديله عامل زي مبطط هيبقى شكل المائي، بس على اسود بقى، على اسود فاخضر اللي هو الورل النيلي. الورل النيلي بقى مائي عشان كده ديله مجهز للعوم، وهحط صور طبعا. الورل النيلي مجهز للعوم بس شرس جدا وبيكبر جدا، فعشان كده انا ما عنديش منه. في طبعا سب سبيشيز منه يعني، موجود بقى انواع. من السب سبيشيز يعني فصائل من الورل النيلي. في غرب افريقيا في فصيله، في جنوب افريقيا في فصيله، يعني فصائل كتيره مش كلها فصيله واحده، بس كلهم يندرجوا تحت النايل مونيتور او الورل النيلي. طبعا في مجموعه كمان عايشه في فلوريدا واللي هي انفيزيف او حيوانات ضاريه او غازيه، ناس اشتروها واطلقوها في البريه وابتدت تتكاثر هناك. زي فلوريدا دايما اكتر الحتت اللي فيها حيوانات غازيه بشكل رهيب يعني. وكمان بتهيألي في تايلاند او هونج كونج حاجه زي كده، انا مش فاكر، في برضو حته انتشر فيها الورل النيلي. وطبعا هو بينتشر لان هو عنده قابليه تكيف كبيره جدا يعني. يلا عشان الصورة سي تشيز. عاوز اعمل لكم مقارنة سريعة. وحشين عندي. كنت اعتقد وكنت فاكر، ولما حد بيسألني كنت بنصحه بكده، ان الورلات حاجة شرسة محدش يعني ما بنصحش بتربيتها، وان الاجوانات حاجة بتاكل خضار وطيبة وملهاش في الشقاوة. بس الحقيقة ان انا لو نصحت دلوقتي هنصح تربي مونيتور ومتربيش جرين اجوانا. جرين اجوانا اصعب كتير كتير جدا في التربية، واحتياجاتها كتيرة ومحتاجة مساحة اكبر وبتبقى اشرس وممكن تعض اكتر يعني. مش عارف بصراحة، صدمة حاجة نباتية تماما. بصوا هي هاديه اهي زي الفل، بس ممكن تقلب وحش كاسر. انما الضوافر انا ما ينفعش العب مع الاجوانا زي ما انا بلعب مع الورلات، لان الاجوانا ضوافرها رهيبه بتدبح. انما السفنة مهما كان ضوافرها عنيفه، بس في الاخر ما هياش بعنف الاجوانات. دي نصيحة يا جماعة صدقوني بعد تجربة. انا ما كنتش طبعا اقدر اقول الكلمتين دول الا بعد تجربة عنيفة مع كذا اجوانا وكذا ورل. عايزين نتكلم عن انواع الورلات بقى، بس مش عارف بقى يعني الفيديو يبقى طول مني ولا اعمل ايه، انا مش عارف. هل نسيبها الفيديو تاني ولا اصورها دلوقتي وانزلها في فيديو تاني ولا ايه؟ انواع الورلات بصراحة حرام احشرها كده بسرعة. اي رايكم لو اجلنا انواع الورلات لفيديو تاني؟ يلا اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.